سجل الميزان التجاري الغذائي عجزا بنسبة 30% خلال سنة 21 و2000 ليبلغ خلال موفى فيفري من سنة 22 و2000 378.6 مليون دينار. وحسب المرصد الوطني الفلاحي يعود ارتفاع العجز التجاري الغذائي لزيادة مستوى توريد الحبوب التي تراوحت بين 34 و97% مقارنة بسنة 21 و2000 مقابل تراجع صادرات زيت الزيتون. كما سجلت الواردات الغذائية عموما زيادة بنسبة 38.2%. كما قفزت أسعار الزيوت النباتية بنسبة 95.3% وفق آخر المعطيات للمرصد الوطني الفلاحي، وهو ما كانت تداعياته واضحة على مستوى المعيشة. الزيت ما تماش الزوالي ما نجمش يشري باش ناخذ قفة الحم وحوت وطماطم وفلفل وطماطم وبصل والفحات حبلي ما يفوقنيش 200 دينار. هو السميد والفرينه والواحد مقطوعين تجي شويه وبعد يرجعوا يخبيوها. عندنا الدروع، عندنا الحمص، حمص البلدي السنه كان ب 4500 سنه ولا 5500، علاش؟ الفلاح ما زرعش برشا حمص. في 2021 1964 مليون دينار، يعني تضاعف تقريبا مرتين ونصف. إذا هذا العجز، وهذا يعود إلى عدة عوامل، منها عوامل طبيعية، تراجع الإنتاج متاعنا بسبب الجفاف إلى غير ذلك، فما مشاكل أخرى وارتفاع زاد الأسعار على مستوى السوق الدولية. ديوان الحبوب اللي هو مكلف بتوريد إذا الحبوب نلقاو أن العجز متاعه فات 3000 مليار. انهيار قيمة الدينار وارتفاع الأسعار على مستوى السوق العالمية وقلة الإنتاج الفلاحي الوطني عوامل ساهمت وبشكل كبير في عجز الميزان التجاري الغذائي، ما يستدعي حلولا عاجلة وأخرى عميقة وتتعلق بتغيير السياسات الغذائية حسب الخبراء. بالنسبة للصرف متاعنا طايح، الدينار طايح واللورو طالع، فهمتني؟ الامبورتاتير اللي بيجيب شوية سلعة باش تكلف له غالية، باش يبيعها لنا غالية. المواد معناها اليومية استهلاكها ديما ناقص، دونك الواحد باش يتلزم معناها باش يورد من برا اوتوماتيك معناها باش يولي السعر مرتفع. ترشيد توريد المواد الغذائيه هذه والتركيز على المواد الاساسيه مع وضع منظومه مراقبه للتحكم في مسالك توزيع المواد هذه، توجيه الدعم للزيوت لزيت الزيتون التونسي. من الممكن التفكير في توجه اخر، هو يعني لازم يكون توجه سياسي لصاحب القرار في تونس في أخذ قرار واضح في أنه العمل سيكون على فلاحة سيادية ترتكز أساسا على إنتاج المواد الأساسية في تونس، وبذلك تكريس الأراضي الدولية لهذه الإنتاجات بطريقة هيكلية، العمل على الإنتاج البذور المحلية في تونس لفك الارتباط مع السوق العالمية. إشكاليات هيكلية وأزمات ظرفية وأخرى مرتبطة بالسوق العالمية أثرت في الميزان التجاري العام، ومنه الميزان التجاري الغذائي الذي يشهد عجزا متناميا خاصة خلال السنوات الأخيرة، ما يتطلب خططا إصلاحية لتغيير السياسات الغذائية الوطنية.